Good morning, everyone. I wish that you are fine. This is Nifin Al-Bukhari from Amman, Jordan. Today, inshallah, we're going to explain a new lovely grammar, which is present continuous and future planning be going to. Are you ready? Let's start. Please bring your notebook and pencil and let's start. Present continuous or Al المستمر. رح نشرح استخداماته الكلمات اللي بتدلنا عليه حالة المثبت حالة النفي وحالة السؤال أول شيء استخدامه أنا وإنت بستخدم البريزنت present continuous للتحدث عن حدث مستمر لحظة التحدث مثلا إيش أنا هلا عم بدرس بحكي I am studying أو حول لحظة التحدث تمام؟ كمان للتحدث عن حالة واحدة في المستقبل وهي اللي حكيناها قبل شوي future planning مثل I'm going to visit my dad هذا بيكون إيش في المستقبل وليس في ال مش في الحاضر الكيوردز اللي ممكن تعطيكم هنت أو تدللكم إنه هذا present continuous وهي now right now at this moment at this time this year today this night this week وكمان حالة الأمر لما نحكي Look, listen, say, watch مثلاً Look, he's running أو Listen, I'm talking فكمان حالة الأمر لأنه حالة الأمر بتعطي أنت أمر Be present مش في الماضي ولا في المستقبل بعض الأمثلة مثلاً Sarah is changing her clothes right now سارة عم تغير ملابسها حالا وهذا في لحظة التحدث It is snowing at the moment عم تتلج هلا I'm reading a great book أنا عم بقرأ كتاب رائع تعالوا ننتقل لحالة المثبت واللي هي بنحكي لها affirmative أو affirmative one of them is British and another one is American حالة المثبت تتكون من subject الفاعل helping verb فعل مساعد verb ing زائد object السبجكت مثل ما نحن عارفين ممكن يكون اسم ممكن يكون ضمير والاسم اي اسم في الدنيا والضمير ممكن يكون شي وهي وات اي وذي ويو وي تعالوا نقسمهم حسب الهيلبنج فيرب اللي مرتبطين بالبريزنت كونتينيوس هلا هل الهيلبنج فيرب او auxiliary الافعال المساعده اللي مرتبطه بالبريزنت كونتينيوس وهم من عائله بي يتقسموا لثلاث شغلات, شغلات ام و وشي اذا عندنا ام و وار هدول التلت أقسام من عيلة بي تمام؟ عيلة بي أفعال الكينونة الآن بتأخذ الضمير I فبحكي I am reading a book I am reading a book أما الأز وهي بتيجي للمفرد وبتأخذ شي وهي it مثلا أحمد is reading a book أو he is reading a book أما بالنسبة للـ are وهي تأخذ الجمع مثلاً we you they مثلاً you are reading a book أو they are reading a book أو we are reading a book هلا بعد ما انتهينا من السبجكت وأنواعه والhelping verb الفعل المساعد اللي هو من عائلة be يا إما am أو is أو آر I am he is she is it is are we we are you are they are ننتقل دائما دائما بالبريزنت كونتينيوس بعد الاز والام والار فيرب اي ان جي مثلا i am cooking he is studying we are dancing وبتحط الاوبجكت طبعا هذا حسب الجمله هاي كانت الافيرماتيف لا المثبت تعالوا ننتقل لحالة ثانية وهي نفي والنفي سهل جدا دائما النفي بيكون موجود عندنا منضيفه على الاكزيليوري يعني مثلا ام بتصير ام not از is بتصير ازنت ار بتصير ار نات حالة النيجاتيف واللي هي النفي نرمز لها بالماينس سبجكت مثل ما عرفنا الهيلبنج verb ام از ار بنحط لهم نوت مثل ما انتم شايفين الهيلبنج فيرب يضاف له نوت اي ام نوت ازنت هل يمس الام تيجي مع اي شيء تاني؟ لا الام فقط تيجي مع الاي هي وياهم دائما سوا فالام دائما تيجي مع الاي فقط فبحكي اي ام ونفيها اي ام نوت از نوت بتصير ازنت وار نوت بتصير ارنت مثل ما قلنا دائماً بعد الام والإز والأر verb ing فأنا لا أقرأ I'm not studying He's not cooking We are not dancing والـ كمان هذا بيكون حسب تكملة الجملة تعالوا نقرأ هدول الجمل وهم نفي للجمل اللي كانوا affirmative جمل منف المثبتة Sarah isn't changing her clothes right now It is not snowing at the moment. Alfredo isn't studying a lot for his exam. <applause> خلصنا المثبت والنفي تعالوا ننتقل لحالة الـ question حالة الاكوستشن وهي السؤال نرمز لها بعلامة السؤال question mark كتير سهلة كمان مثل ما كنا نحن عارفين دايما إنه أصلا السؤال وهو عملية تبادلية بيبلش في الهيلبينج فيرب ومنحط بعدي السبجكت هاي الهيلبينج فيرب حطيناه في الأول وهاي السبجكت حطيناه في الثاني أي سؤال بالدنيا بيبلش بهيلبينج في فيرب في اللغة الإنجليزية تمام؟ نبلش إذا هيلبينج فيرب أنا بعرفهم أم از وآر والان بتاخد أي إز شي هي إت والآر بتاخد وي ويو وي وذي بعد الهيلبنج فيرب بنحط السبجكت بعدين فيرب اي ان جي ليش يا مس احنا حطينا فيرب اي ان وذلك يا حبايبي بسبب تاثير الهيلبنج فيرب الام والاز والار بتخلي الفيرب اللي هون ايش بيصير فيرب اي ان طب يا مس اذا هذا هيلبنج فيرب ايش هذا اصلا هو مين فيرب فعل رئيسي هو معنى الجمله كلياتها بيعتمد على المين فيرب بس بنحطه اي مثال متى نطلع إحنا عنا سارة isn't changing her clothes right now باجي باخد ال helping verb في الأول وال subject في الثاني بتصير إيش عنا بتصير is سارة changing her clothes right now ما بنسى علامة السؤال دائما دائما بأي جملة مثبتة نفي أو question بدايتها capital letter ونهايتها إذا كانت آه جملة فهي نقطة وإذا كانت سؤال فهي question mark ننتقل كمان لهون اطلعوا في عنا إذا كان subject مثلا ألفريدو أند مارك هدول جمع صحيح؟ هدول جمع فباجي بستخدم لها أم؟ لا باجي استخدم لها إز؟ لا. لا شو بستخدم لها آر؟ آر ألفريدو أند مارك studying a lot for their exam؟ كمان وانتوا عم تحلوا تاكدوا انه اي ضمير لازم يكون مطابق ل مطابق للسبجكت في شغله لازم تعرفوها انه نحن دائما لما بدنا نختار ال نختار الاكزيليري لازم تتاكد من ثلاث شغلات جنس السبجكت هل هو مذكر او مؤنث عدده هل هو مفرد او جمع وكمان الشغله الثالثه الزمن ماضي مضارع او مستقبل هدول الثلاث شغلات لما تفكري فيهم وانت عم بتحلي دائما بخلوكي تكتبي الجمله صح جنس السبجكت هل هو مذكر او مؤنث عدده هل هو مفرد او جمع والزمان هل هو ماضي مضارع أو مستقبل حالة أخيرة وهي الـ question اتش question وهي سهلة جدا شايفين نحن نفس الفورمولا اللي موجودة هنا نمسكها كلياتها بنحطها هنا اللهم بس نزيد اتش question مثلا Am I reading a book? What am I reading? نتعلم نقرأ الأمثلة اللي هون what I'm doing where are you living now who is who who is he speaking to مع مين هو عم يحكي when is he coming when are we having the test what are they watching تمام هذه حالة ال WH question وزي ما قلنا هي سهلة جدا هي WH question is the r am subject verb ing و object ما ننسى علامة السؤال هلا معلومة بسيطة بس احنا كيف بدنا نضيف الفيرب ing هاي مهمة جدا رح تنعاد معكم من هاي السنة لكل السنوات الجاي اه اول شيء اذا كان عنا اه فعل اخرته اه حرف ساكن منضيف له ing عادي اوكي هذا اخر حرف ساكن طلع مثل دو doing اسك ask", asking اذا كان الفعل ينتهي بإي نلغي الـ إي ومنضيف جي مثلاً make making take taking طلعوا لغينا الـ إي وحطينا جي إذا كان آخر مقطع من الجملة إس في سي v c شو يعني يعني consonant يعني ساكن consonant حرف ساكن هذا آخر مقطع وبعدين حرف علة وبعدين ساكن ويكون عندنا هذا السي في سي مشدد من نضاعف الحرف الأخير نشوف نشرح على مثلا راح هون كلمة سويم آه اللي هي الفيرب سويم يعني يسبح برجع آخر مقطع سويم عندي هاي وهاي وهاي الدبليو كونسوننت سويم هاي كونسوننت الاس والدبليو لفظهم لفظ الاس كونسوننت وهي طبعا سوي مقطع واحد الاي فاول لانه حروف العله قلنا اي اي -E او يو اي فاذا الاي هياتها هذه ايش حرف عله واخر شيء سي فانا لقيت انه عندي CVC سي واصلا هذا المقطع هو نفسه مشدد بضاعف الحرف الأخير مثل ما انتو شايفين هون، كتبت swimming، رن نفس الإشي، سي في سي عليه شدة، نحكي له running، ما تنسوها swimming مضاعفة الحرف، running ضاعفنا الحرف الأخير، هلا إذا كان عندك في بعض الأفعال تنتهي ب y أو x أو w. ما بتسوى اشي فقط بتضيف واي ان جي مثل انجوي انجوينج ستادي Studying هلا في عنا كمان بعض الحالات اذا كان عندك سي سي ومشدد مثل كلمة commit بتصير committing committing طلعوا ضعفنا التي لكن إذا كان عندك CVC بس مش مشدد هذا طبعا حالات قليلة يعني ما تلاقوها بهذه السنة لقدام لكن حلو تعرفوها مثل whisper whispering طلعوا whispering ما حكيت whispering ما في تجديد فعشان هيك ما بضاعف حرف ال p آه في شغلة بدي إياكم تحفظوها وهي جدا مهمة هذا الفعل وهي كلمة داي كتير بنات بكتبوها غلط داي دي اي اي داينج بتصير بنلغي آه الاي والاي والاي ونحط واي داين. طبعا هون في جي بس انا ناسي اكتبها اوكي dying اهم اشي هدول يا ريت انكم اللي بدي اياكم تكتبوا مش كل شيء يعني بس اكتب الامثله مثلا ومثلا هاي سايلنت اي وهذا الاشي اللي هون واكتبوا هدول وان syllable فيرب هدول وهذا والامثله يعني هدول اهم شي يعني خذوا النقاط المهمة اللي أنا حاطة عليها بالأصفر تمام؟ هلا بعد ما خلصنا قاعدة البريزنت كونتينيوس هذا بيفتح لنا بوابة جديدة وهي شغلة كتير مهمة ونحن كتير رح نستخدم هاي الوحدة حالة استخدام المضارع المستمر للتحدث عن المستقبل وعن حدث مخطط له سوف نفعله بالمستقبل بموعد محدد يعني عادي أنا باجي أستخدم مضارع مستمر لكن في إله تركيبة معينة بتخليه يدل على المستقبل طب يا مس إيش هي هذه التركيبة واللي هي subject is am or are واللي هي فعل مساعد helping verb going to infinitive وهي verb one base إذا نعيده subject is am or are going to verb one base so object يا مس إذا انا حكيت i am going to london i'm going to london وايش الفرق لما احكي i'm going to visit my dad in london الثانيه i'm going to visit my dad in london الثانيه هي حاله المستقبل تمام هلا بعد ما عرفنا الفورمولا تعالوا ننتقل على الأفرماتيف وحالتنا نعطي مثال على مثبت علي is going to play football this afternoon هل علي الآن يلعب فوتبول؟ لأ، وقت الأفترنون بعد الظهير علي رح يروح يطلع يلعب فوتبول، تعلم فيها عادي جدا زي كأنك في مضارع مستمر، علي isn't going to play football this afternoon. كمان هون معطينا نيجاتيف مام اند داد لازم تركزوا على السبجكت انه هل هو مفرد هل هو جمع نعيد التلت شغلات اللي بتساعدنا ان نختار الاكزيليوري او الهيلبنج فير جنس السبجكت هو مذكر او مؤنث العدد جمع او مفرد وكمان تنس الجملة هل هو ماضي مضارع او مستقبل تمام هسا نحن هون عنا قلنا انه جمع إذا وعنا نحنا مضارع مستمر إذا نستخدم ار نفيها ار نوت مام and داد ارنت going تو باي ا نيو كار ذس ويكند ما راح يشتروا سيارة هذا آه هاي هذا الأسبوع تمام هلا تعالوا ننتبه على auxiliary أو الهيلبينج فيرب هم ثلاثة مثل ما قلنا مثل ما قلنا إنه الأم بتاخد أي الإس بتاخد هي وشي وإت والآرب تأخذ you, you, we, they تعالوا نعمل مثال بسيط What's Layla going to do on Saturday this afternoon؟ تعالوا نجاوبهم إحنا بصيغة present continuous لكن في المستقبل Layla, هاي subject Is, is ليش؟ لأنها مفرد Going to, اللي هي من التركيبة. play football إذا play وهي verb base و football وهي ال object إذا Layla is going to play football 2 are Samira and Khalid free on a Friday afternoon? هل سميرة و خالد free on a Friday afternoon? ياما نجاوب yes ياما نجاوب no خلينا نجاوب مثلاً no بدها تقول إجابة they ليش مس they لأنه أنا عندي سميرة and كريم no they are going اخترت they لأنه أنا عندي جمع اخترت أر لأنه أنا عندي جمع ونحن أصلا عم نحكي عن مضارع مستمر إذا now they are going to visit me are واللي هي going to من تركيبة الجملة وفزت وتيجي اللي هي verb one بس مجرد ننتقل لتلاتة Where are Kareem, Ali, Samira and Layla going on a Friday afternoon مثلا نحكي they are ليش استخدمتي they miss لأنه نحن عندنا بال subject أكتر من حدا عنا كريم وألي وسميرة وليلى طيب are لأنه عندي أنا جمع they are going to إربد هل يمس هاي تدل على المستقبل لا هاي لا تدل على المستقبل بعض الحالات ممكن الجملة تدل في المستقبل لكن هاي لا تدل هلا هل لما أحكي they are going to اربد يعني هسه هم في طريقهم لاربد مش حالة مستقبلية شوفوا كيف بدي أظبطها بدي أحكي they are going to buy things from اربد لازم يكون بعد ال going to verb one base مش noun طلعوا أنا أعطيت إربد هنا going to إربد إربد noun فهذه إذا كان بعد التو to noun هاي بتكون مضارع مستمر present continuous أما إذا كانت بعد التو to verb base وهي الصيغة الصح they are going to buy things from إربد هاي في المستقبل إنه هم رايحين راح يروحوا يشتروا شغلات من إربد هنا نتكلم عن المستقبل subject وال are helping verb going to من تركيبة الجملة هو object هنا نفس الإشي by verb one base things from إربد وهي ال object يعطيكم ألف عافية هيك بنكون خلصنا قاعدتنا لليوم thank you so much take care and see you soon